بسم الله، هنشوف مع بعض دلوقتي ازاي نشتغل ونعمل لاي اوت وفيو. الفكره كلها ان انا لو عملت الشغل بتاعي بالباندا او الفريم او اللاي اوت في قلب اللوحه بتاعت الموديل دوت، بيبقى في مشاكل كتيره في موضوع تظبيط الوحدات القياس و فالابسط والاسهل ان انا اعمل لاي اوت وابدا احط الباندا بتاعتي اللي هي بتبقى فيها اسم الشركه واسم المشروع واسم كل الحاجات ديت، ودي سهله جدا. ترسم بس الشكل بتاعها كخطوط وبتكتب التكست. طيب عايز اعمل لي اوت، ممكن تيجي هنا وتدوس على علامه الزائد ديت، تمام، اهي تعمل واحد جديد، تمام. طول ما انت اول ما تدخل في اللي اوت بتلاقي قائمه ظهرت لك اسمها لي اوت، صغيره كده جميله حلوه. تيجي هنا تقول له مثلا انا عايز لي اوت جديد، تمام، هيعمل لك واحد جديد بيقول لك عايز تسميه ايه. سميه مثلا احمد. هل ينفع اسمي عربي؟ اه ينفع، مفيش مشكله، احمد مثلا، تمام. طبعا بتسمع على اسم الجزء اللي هيظهر في الفيو، وممكن تيجي هنا تقول له فروم تمبليت، فهو يبدا يجيب لك تمبليت بمواصفات معينه تبدا تختار منها. مثلا هختار مثلا دوت، فيظهر لي حاجه بالاعدادات كويسه وفيها الباندا او اسم الشركه والحاجات دي، تمام. طيب ممكن اقول له انا عايز انا واحد جديد اهوت، واللي اوت جديد ان هعتبره فاضي، تمام. هو بيحط افتراضي اللوحه كلها. ممكن انا اقول له هنا بقى ايه انسرت فيو، تمام، بيقول لي حدد الجزء اللي انت عايزه. طب انا عايز بقى ايه مثلا، انا عايز الجزء ده هو اللي هيظهر معايا في الفيو، تمام، حددته بدوس انتر، خلاص بقى بيظهر معايا، تبدا تحطه. عايز واحد كمان انسرت فيو، تحدد مثلا الجزء اللي انت عايزه، مثلا الجزء دوت، ودوس انتر، تمام، تبدا تحطه بالشكل دوت. فكده يبقى انت عملت الفيو وجاهز للطباعه. تبدا تحط اكتر من مقاس وتقدر تعمل سيلكت كده وتدوس كنترول 1 وتتحكم في السايز بتاعك، تمام. هنا ديسبلاي لوك ما تقدرش تعدل فيه، طيب اقول له لا خليه نو، يبدا بقى هو يديك ان انت تعدل في السايز زي ما انت عايز بالشكل ده. شفت اول ما عملت سايز غير هو وعمل زوم.